صباح الخير ونستهل النشرة بالعناوين. The Democrats don't care about Russia. They only care about their own political power. في مستهل حملته الانتخابية، ترامب يتهم الديمقراطيين بالسعي لتدمير أمريكا، وساندرز يعتبره أخطر رئيس في تاريخ البلاد. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بتوضيح دوافع إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط. سقوط صاروخ قرب مقر لشركات نفط عالمية في البصرة، وإكسون موبيل تدرس إجلاء 20 موظفا. تجمع المهنيين السودانيين يتهم المجلس العسكري بالسعي لتخدير القوى الثورية، ويؤكد رفضه أن يكون جزءا من أي تسوية تلتف على طموحات الشعب. أردوغان يتهم السلطات المصرية بالجبن إلى درجة خشيتها من دفن جثمان مرسي في مسقط رأسه، والمتحدث باسم البرلمان المصري يصفه بالديكتاتور. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن أعادت العلاقات مع إسرائيل إلى طريقها الصحيح وانسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الذي وصفه بالكارثي. وخلال إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية للعام المقبل من ولاية فلوريدا، أضاف ترامب أن بلاده ترسم طريقا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لأن الدول العظمى لا تريد خوض حروب لا نهاية لها، لافتا إلى أن واشنطن سحبت الكثير من قواتها. لقد أصلحنا صداقة أمريكا مع حليفنا العزيز دولة إسرائيل، وكما سمعت نائب الرئيس مايك بنس يقول إننا اعترفنا بالعاصمة الحقيقية لإسرائيل، وفتحنا السفارة الأمريكية في القدس، واعترفنا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، كما سحبت الولايات المتحدة من الكارثة، إنه مجرد كارثة، الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، وفرضت أقصى العقوبات على الإطلاق على الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. نحن نرسم طريقا إلى الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، لأن الدول الكبرى لا تريد خوض حروب لا تنتهي. لقد بدأنا بسحب الكثير من القوات، وأخيرا وضعنا أمريكا أولا. في أمريكا اللاتينية يقف بلدنا مرة أخرى ضد الأنظمة الشيوعية والاشتراكية الفاسدة، ونحن ندعم شعبي كوبا وفنزويلا في نضالهما من أجل الحرية. ترامب هاجم الديمقراطيين وقال إنهم أصبحوا أكثر خطورة وتطرفا من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن التصويت لهم هو تصويت لصعود الاشتراكية المتطرفة. الديمقراطيون لا يهتمون لروسيا، إنهم يهتمون فقط بقوتهم السياسية. لقد لاحقوا عائلتي وعملي وأموالي والموظفين لدي، وكل شخص تقريبا عرفته أو عملت معه. لقد حاولوا إلغاء صوتكم ومحو أثر أكبر حملة وانتخابات ربما في تاريخ بلدنا، وأرادوا حرمانكم المستقبل الذي طالبتم به، والمستقبل الذي تستحقه أمريكا والذي تحصل عليه الآن. خصومنا الديمقراطيون المتطرفون مدفوعون بالكراهية والتحامل والغضب، إنهم يريدون تدميركم وتدمير بلدنا كما نعرفها. هذا غير مقبول ولن يحدث. تخيلوا لو كان لدينا رئيس ديمقراطي وكونغرس ديمقراطي عام 2020، سوف ينهون خطابكم الحر، وسيستخدمون قوة القانون لمعاقبة خصومهم، وسيجردون الأمريكيين من حقوقهم الدستورية، ويغمرون البلاد بالمهاجرين غير الشرعيين على أمل توسيع قاعدتهم السياسية. ستكون هذه البلاد في حالة من الفوضى إلى درجة لا تصدق. ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشؤون الأمريكية فنسنت الغريب. سيد فنسنت صباح الخير وأهلا بك. إذن التصويت لهم هو تصويت لصعود الاشتراكية المتطرفة، كيف يمكن قراءة كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا عن الديمقراطيين خلال إطلاق حملته الانتخابية للعام المقبل؟ نعم، السلام عليكم. دونالد ترامب منذ انتخابه يشكل كارثة ويشكل خطر جسيم على الداخل الأمريكي وعلى الخارج وعلى الشرق الأوسط بالتحديد. إنه رجل غير متزن، يعرض أمن الولايات المتحدة في الداخل اليوم إلى الفوضى فعلا، مثلما تحدث وقال وأعلن إن الولايات المتحدة ممكن أن تنجر إلى الفوضى بسبب سياساته الداخلية وسياساته الخارجية الفوضوية. إنه يستخدم عبارات كالحرية، كنشر الحرية، كالمحافظة على الديمقراطية، كالتحذير من الاشتراكية المتطرفة،
وهو الشخص الشديد التطرف، إنه يحاول حكم أمريكا بأسلوب شعبوي يجذب المتطرفين البيض لإحداث شرخ داخل المجتمع الأمريكي، وهذا بالفعل يشكل خطر على الإمبراطورية الأمريكية التي تسعى إلى حكم العالم من خلال عقلية دونالد ترامب، عقلية الكاوبوي وعقلية البلاي بوي كما هو معروف من خلال البزنس الذي يقوم به. طيب لو سمحت سيد فانسات ابقى معنا فقط سنرى كيف رد الديمقراطيون على كلام ترامب. إذا أكد السناتور الأمريكي الديمقراطي برني ساندرز أنه يجب عدم السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز لأنه عنصري يعتمد استراتيجية تقسيم الشعب لينجح. لدينا رئيس عنصري متحيز، لديه رهاب المثلية الجنسية ويكره الأجانب ومتعصب دينيا. استراتيجيته للفوز بإعادة انتخابه هي بتقسيم الشعب الأمريكي على أساس لون البشرة وبناء على مكان الولادة والدين والميول الجنسية، وعملنا هو عدم السماح له بذلك. مهمتنا هي جمع الشعب الأمريكي حول برنامج يناسبنا جميعا وليس فقط المساهمين الأثرياء. مهمتنا الأهم هي هزم أخطر رئيس في التاريخ الحديث لهذا البلد. نعود من جديد إلى سيد فانسنت الغريب البحث في الشؤون الأمريكية ضيفنا من بيروت. إذا هذا ما قاله بيرني ساندرز، كيف تفسر كلامه؟ هو قال أن الرئيس ترامب هو أخطر رئيس في تاريخ البلاد. إلى أي مدى برأيك باتت الولايات المتحدة اليوم في خطر في ظل سياسات ترامب والنهج الذي يتبعه في السياسات الداخلية أو الخارجية؟ لقد تم انتخاب دونالد ترامب من قبل العنصر الأبيض المتطرف الأمريكي ظنا منه أن دونالد ترامب سوف ينقذ أمريكا من المأزق الاقتصادي والعالمي الذي تقع فيه منذ عقود. يحاول دونالد ترامب جر الأكثرية البيضاء العنصرية المتطرفة للقضاء على ما يسمى الديمقراطية في الداخل الأمريكي وعلى الديمقراطية حول العالم. إنه يمنع الشعوب من الاستقلال، من الحرية، من استثمار ثرواتها الطبيعية، وهو اليوم يدافع عن أسرى الأثرياء في العالم وفي أمريكا بالتحديد. يريد أن يحكم أمريكا بعقلية الرأسمالية المتطرف الجشع، ويريد أن يحكم العالم من خلال عقلية الكاوبوي. فعلا أمريكا في خطر عظيم والعالم في خطر عظيم بسبب هذا الرئيس المعتوه الذي لا يقيم أهمية للديمقراطية، للعدالة الاجتماعية، للمساواة بين الأسود والأبيض، بين المسلم والمسيحي. شن حملة على المسلمين خلال لحنته الانتخابية الأولى، واليوم يحرض فئة من الشعب الأمريكي ضد فئة أخرى. من هم المستفيدون في الداخل الأمريكي من سياسات دونالد ترامب سوى الجشعين الرأسماليين الذين يريدون السيطرة على الشعب الأمريكي وعلى شعوب العالم أجمع؟ وبالتالي سيد فانسنت، هل سينجح ترامب هذه المرة بإقناع الرأي العام الأمريكي بجدوى سياساته وكل القرارات التي اتخذها وربما سيتخذها لاحقا؟ نحن أبناء الشرق الأوسط ندعو الشعب الأمريكي لليقظة لقراءة جيدا سياسات ترامب خلال السنوات الماضية وما شكلته من خطر على الداخل الأمريكي من فوضى، وعلى الخارج خاصة في الشرق الأوسط. إننا ندعو الشعب الأمريكي إلى اليقظة وإلى عدم التصويت لدونالد ترامب، كونه يأخذ البلاد الأمريكية إلى حرب داخلية بين الفئات الفقيرة والفئات الغنية، بين الأسود والأبيض، بين المسلم والمسيحي. إننا نحذر الشعب الأمريكي أن يتعظ من السنوات الماضية وما جره عليه دونالد ترامب من إشكاليات عويصة في الداخل الأمريكي ومع جيرانه في أمريكا الجنوبية ومع آسيا ومع الصين ومع روسيا ومع الشرق الأوسط. إنه رجل خطير، يجب عدم إعادة التصويت له، يجب الحذر منه كثيرا. شكرا جزيلا لك سيد فانسنت الغريب البحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من بيروت. طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بتوضيح دوافع إرسال البنتاغون 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، مؤكدين أن الكونغرس لم يعلن الحرب على إيران. وتساءل السناتوران الديمقراطيان تيم كين والجمهوري الديمقراطي تيم كين والجمهوري
مايك لي عن مهمة هؤلاء الجنود وإلى أين سيرسلون وهل سيفعلون شيئا إلى جانب ضمان أمن القوات العراقية وحماية حرية الملاحة في المياه الدولية وهل سيضغطون على إيران؟ وكان ترامب قد أكد في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران، مشيرا إلى أن طهران اختلفت تماما عما كانت عليه منذ توليه الرئاسة على حد تعبيره. نحن نراقب إيران، لدينا الكثير من الأمور مع إيران، ونحن مستعدون جدا لإيران، سنرى ما سيحدث. اليوم هم بلد مختلف تماما عما كانوا عليه عندما وقع الرئيس أوباما الصفقة المروعة. كانوا يصرخون وقتها الموت لأمريكا، لم أسمع ذلك مؤخرا. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن ترامب لا يريد حربا مع إيران، وقال خلال مؤتمر صحفي في ولاية فلوريدا إن واشنطن جاهزة للرد على أي تهديد وإن لجميع الدول مصلحة في حماية الملاحة وإمدادات النفط. لقد انخرطنا في العديد من الرسائل حتى هذه اللحظة لإبلاغ إيران بأننا هناك لردع العدوان. إن الرئيس ترامب لا يريد الحرب، وسنستمر في إيصال تلك الرسالة أثناء القيام بالأشياء اللازمة لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة. ذكر الرئيس الأمريكي أنه سيرشح مارك إسبر ليكون وزيرا للدفاع، وذلك بعد ساعات من تعيينه قائما بأعمال الوزير بدلا من باتريك شانهان. وأضاف ترامب أنه لم يطلب من شانهان الانسحاب من دائرة الترشيح لمنصب وزير الدفاع. وإسبر الذي شغل منصب مدير شركة راثيون للدفاع الجوي كان مكلفا منذ تشرين الثاني نوفمبر 2017 تجنيد 1,400,000 جندي من القوات البرية الأمريكية وتجهيزهم وتدريبهم. في المقابل قال القائد العام لحرس الثورة في إيران حسين سلامي إن الصواريخ البالستية الإيرانية فائقة الدقة وأن تقنية الصواريخ غيرت موازين القوى في الشرق الأوسط. الشعب الإيراني واع وقائده أكد أن المفاوضات ليست حلا، المفاوضات هي وصفة للاستسلام، نحن قريبون من النصر والمقاومة طريقة الحل الوحيد، ليس لدينا أي قلق من الأعداء، وما ترونه من ضغط هو أبعد حد يمكن أن يصل إليه. استطعنا عبر عمل واحد أن نحقق التوازن في القوة منذ نحو 12 عاما، واليوم صواريخنا الدقيقة التي يمكنها إصابة أهداف متحركة متطورة جدا وبمدى مختلفة وقدرات تدميرية أكبر. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت أن بلادها تفعل كل ما في وسعها لنزع فتيل التوترات المتصاعدة مع إيران بطريقة سلمية، محذرة في الوقت نفسه من عواقب عدم التزام طهران بالاتفاق النووي. فيما يتعلق بإيران يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحل الوضع بسلام، هذا ما تسعى إليه ألمانيا، وهذا هو سبب وجود وزير الخارجية الألماني في إيران. نحن على اتصال دائم مع شركائنا الأمريكيين، لكننا نريد أيضا أن نوضح لإيران أن هذا الوضع يجب ألا يزداد سوءا. كما قال وزير الخارجية فيما يتعلق بالاتفاق النووي، نحن ندفع إيران إلى الالتزام به، أما إذا لم يحصل ذلك فستكون هناك عواقب بالطبع. أصيب 3 عراقيين نتيجة سقوط صاروخ قرب مقر تستخدمه شركات نفط عالمية متعددة في مدينة البصرة جنوب العراق. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن العمليات المتعلقة بالنفط وتصديره لم تتأثر بالهجوم. مصدر أمني قال إن شركة إكسون موبيل تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب بعد استهداف المقر الذي تستخدمه أيضا شركات أخرى بينها رويال دوت شيل وإني الإيطالية. ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان الجيش العراقي في بيان سقوط صاروخ قرب قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية في مدينة الموصل شمال البلاد. البيان أكد أن الصاروخ من طراز كاتيوشا وهو قصير المدى وسقط في منطقة مفتوحة ولم يؤدي إلى وقوع ضحايا أو أضرار. وأشار إلى أن الصاروخ المحلي الصنع أطلق من غرب الموصل عبر نهر دجلة. انضم إلينا من العاصمة العراقية مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله صباح الخير، هل توفرت أي معلومات جديدة حول الصاروخ الذي سقط قرب مقر تستخدمه شركات نفط عالمية في البصرة؟ وهل هناك أي ردود فعل بعد سقوط هذا الصاروخ؟
حتى هذه اللحظة ما من ردود فعل أحمد حول ما حصل في محافظة البصرة؟ المعلومات الأولية تشير إلى سقوط صاروخ قد يكون كاتيوشا وقد يكون كاتيوشا محور، طبعا هو يبعد عن مقر الموقع الإداري لشركة أكسون موبيل وشل وإيني في منطقة البرجسية حوالي 3 كيلومترات وفق المعلومات، أكثر من 5 كيلومترات وفق المعلومات الأمنية وفق اللجنة الأمنية بمحافظة البصرة. الاستهداف تم في ساعات مبكرة من اليوم، جرح فيه 3 من العاملين العراقيين في مخيمهم، تم نقلهم إلى مستشفى الجمهوري. حالة أحد المصابين هي حال خطرة، لكن حتى هذه اللحظة العمليات الفنية لم تتأثر، وإن كان تطورات الموقف والاستهداف ترجم إلى اجتماع للمدراء في شركة إكسون موبيل. وفق المعلومات الأولية أيضا أحمد، على اعتبار أن هذه المنطقة لا تزال فيها شركات أجنبية وهي من تتحكم بالمعلومات والتسريبات وتنسق مع اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية بمحافظة البصرة، فإن شركة تنسق الآن مع مطار البصرة لإجلاء 21 من موظفيها. أغلب الموظفين الأجانب هم من الجنسية الأمريكية والجنسية الكندية. هناك حتى هذه اللحظة ما رصد من تفاعل، وهو ليس تفاعل رسمي، لكن ما رصد من تفاعل من قبل المسؤولين العراقيين هي حالة الرفض لهذا الاستهداف، وهي يعني محاولة خلط أوراق ونسخة مشابهة لصاروخ المنطقة الخضراء، وكذلك استهداف قاعدة بلد الجوية وصاروخ يوم أمس الذي استهدف موقعا عسكريا في الموصل مركز محافظة نينوى. وكل ذلك هو يندرج بإطار عملية خلط أوراق من قبل أياد مجرمة كما عبر عنها تحالف الفتح، الذي أصدر بيانا منذ أيام بخصوص هذه التطورات التي لم يتحدد من يقف وراءها، خصوصا وأن هناك إعلانا صريحا أحمد من قبل فصائل المقاومة العراقية التي الآن يحاول بعض الإعلام العربي والخليجي اتهامها والترويج على أنها هي من تقف وراء هذا الحادث، كما حصل يوم أمس وتم تحديد فصيل معين هو من يقف وراء حادث الموصل، واعتبر هذا محاولة خلط أوراق ومحاولة يعني استثمار في التوتر الذي تعيشه المنطقة، ومحاولة توظيف ذلك بالضد من التوجيهات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم أمس، التي أشار فيها إلى اتخاذ مواقف وقرارات مهمة لجهة العمل العسكري والأمني في العراق، سواء على يد العراقيين من أبناء من حمل السلاح أو على يد بعض التيارات السياسية التي تعتبر حليفة لطهران. هذا طبعا هو محاولة ترجمة، ما اعتبر أيضا اليوم ويوم أمس اعتبر رسالة للمواقف والتوجيهات التي صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة. حتى هذه اللحظة العمليات الفنية في البرجسية وفي حقل القرن واحد في محافظة البصرة لم تتأثر، لكن بانتظار الموقف الرسمي والنهائي وتحديد الموقف الذي يمكن أن يصدر من الحكومة المحلية بمحافظة البصرة. معلومات الميادين أن محافظ البصرة هو أصلا موجود في العاصمة العراقية بغداد، ويتواصل مع الحكومة المحلية لمتابعة هذه التطورات. شكرا لك على كل هذه المعلومات عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد. أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي منع أي قوات أجنبية من العمل أو التحرك على أراضي العراق إلا بإذن واتفاق مع الحكومة. وفي بيانه أكد عبد المهدي منع أي دولة من الإقليم أو من خارجه من الوجود في العراق ضد أي طرف آخر، سواء كان دولة مجاورة أم وجودا أجنبيا داخل العراق أو خارجه، وشدد على منع إنشاء قوات مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة، وأنه لا يحق لأي قوات مسلحة تعمل في نطاق القوات العراقية أن يكون لها حركة أو عمليات أو مخازن من دون معرفة القائد العام أو إشرافه. خطوات تحرك حالة الجمود السياسي في العراق لجهة مساعي استجواب رئيس الوزراء من قبل كتلة سائرون النيابية واتخاذ الحكمة خيار المعارضة للحكومة. محمد الفهد. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وفريقه الوزاري تحت مجهر الاختبار السياسي، اختبار جاء من أقرب حلفائه هذه المرة. الحكمة التي اختارت طريق المعارضة رسميا، وسائرون الكتلة الأكبر التي تنهي إجراءاتها لاستجواب عبد المهدي داخل قبة البرلمان وتمهله أياما لإنهاء بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الخدمات والشواغر التنفيذية. رئيس الوزراء لم يقم بهذه الخطوة باعتماد التفويض الذي لديه، وبالتالي إرسال أسماء إلى مجلس النواب، لذلك الوقت حاليا ليس في صالحه، وهناك حقيقة حديث
في أروقة مجلس النواب أن بدأ عن إخفاقات وعن مساءلة. الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة عاملان حفزا الأفرقاء على تغيير المواقف تجاه الحكومة بداعي ضبابية تطبيق برنامجها الوزاري. هذه التحولات جاءت بعد حديث المرجعية الدينية عما سمته الصراع على المناصب وترك الأولويات التشريعية والتنفيذية. ما زالت الأطراف الكتل السياسية تتحدث عن نظام الحصص ونظام الحصص يعني عودة إلى الطائفية والقومية والمذهبية. هذا الأمر أنا أتوقع شكل فالضغط كبير جدا على بعض الأطراف الكتل السياسية التي كانت ترفع شعار التغيير والإصلاح لتعود مرة ثانية لتتحدث عن أدوار المعارضة بعد يعني تغيرات قد يكون على مستوى البيئات الاجتماعية. البحث عن ساحة مناسبة لرمي كرة التقصير هو ما تسعى إليه الكتل السياسية والحكومة التي وعدت الشارع بتغيير الواقع ولا سيما بعد تنامي الامتعاض الشعبي. نزال الحلفاء بدأ في العراق لكن بنحو مختلف، فرئيس الوزراء الذي اختاروه تحت اختبارهم هذه المرة عبد المهدي لم يعلق على التطورات السياسية، لكن الصمت قد يكون من علامات الرضا، ولا سيما أن الاستجواب والمعارضة يمثلان فرصتين لتقويم العمل الحكومي. محمد الفهد، بغداد، الميادين. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه أن يكون جزءا من أي تسوية تلتف على طموحات الشعب أو تكون مقدمة لإعادة إنتاج الأزمات التي ثار عليها السودانيون. التجمع في بيان له أوضح أن قبول المبادرة الإثيوبية ليس إلا تعبيرا عن رغبته في العمل بنحو إيجابي مع الحل السياسي شرط تحقيق الأهداف المعلنة لثورة ديسمبر. البيان أكد رفض تجمع المهنيين تشتيت وحدة القوى الثورية أو تخديرها وفق رغبة المجلس العسكري. انضم إلينا من الخرطوم الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية الدكتور يوسف إسماعيل. دكتور صباح الخير وأهلا بك. في أي إطار يمكن وضع بيان تجمع المهنيين السودانيين ولا سيما رفضهم أن يكون تجمع جزءا من أي تسوية تلتف على طموحات الشعب؟ السلام عليكم ورحمة الله. سعد الله صباحك صباح جميع المشاهدين والمشاهدات. حقيقة يمكن يبدو أنه المجلس العسكري يسعى بصورة أو بأخرى للالتفاف حول مطالب الثورة ومحاولة بناء دعم شعبي من بعض الجهات ذات الاتصالات القبلية وذات الضابطة الشعبية بحيث يتجاوز المطلب الرئيسي الذي هو تنحي المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين. وهذه المحاولات قد جرت في مناطق مختلفة وما زال المجلس العسكري يحاول الوصول إلى ما يمكن أن يلهي الشعب عن المطلب الرئيسي. المحاولات التي تجري الآن للسعي نحو الوصول إلى الانتخابات واضح تماما أنها لن تنجز بالطريقة التي يطلبها الشعب، لأن الشعب ببساطة شديدة من خلال تجمع المهنيين وتحقيق الحرية والتغيير يطالب ببساطة أن تتوفر أولا متطلبات الانتخابات من حيث الإعداد للأحزاب السياسية لتصبح قادرة على خوض الانتخابات من خلال أنه تم تكسيرها وحجبها عن العمل خلال 30 عاما الماضية، وبالتالي يحتاجون إلى إعادة تنظيم هذه الأحزاب حتى تستطيع أن تصبح قادرة على الدخول في الانتخابات. إلى جانب ذلك هنالك حاجة لإجراء إحصاء سكاني ليحدد الخريطة السكانية الجديدة في خلال هذه السنوات. كان ينبغي أن يكون هناك إحصاء سكانيا في العام 2018 ولكن لأسباب تقنية لم يتم ذلك، إضافة إلى أن قانون الانتخابات واختيار لجنة الانتخابات كل هذه الأشياء تحتاج إلى أبعاد علمية ومعرفية لا يدركها المجلس العسكري حتى الآن لأنهم يتصرفون بطريقة عشوائية. ولكن دكتور يوسف، المجلس العسكري كان أعلن مؤخرا أنه مع تأليف حكومة تكنوقراط، مع هذا الإعلان إلى أين تتجه الأمور؟ هل سيلجأ المجلس العسكري إلى أساليب أخرى أو حلول أخرى في التعاطي مع المعارضة؟ حتى وإن لجأ إلى تكوين حكومة، هذه الحكومة ستكون منتقصة، لن يقبل معظم علماء السودان في التواصل أو الانضمام لهذه الحكومة إلا من أراد أن
يصل إلى منصب من خلال الحكم العسكري ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك خلال الحكم المدني. اختيار هذه الكفاءات يحتاج حقيقة إلى توافق لكل شرائح المجتمع السوداني حتى تكون الحكومة حكومة حقيقية قادرة على أن تدير شأن البلد في الفترة الانتقالية. يسعى المجلس العسكري في المرحلة الحالية إلى تكوين حكومة بأي شكل من الأشكال بما يبقي وجوده في السلطة إلى جانب حكومة منتقاة حسب مزاجه وحسب رؤيته، ولكن هذا الأمر لن يحل الواقع المرتبط بالإشكال السياسي للشارع السوداني حتى هذه اللحظة، لأنه يرتبط بالرؤية العامة للحرية والتغيير، بأن يكون هنالك تسليم للسلطة لقوى مدنية قادرة على أن تدير شأن الانتخابات. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف اسماعيل الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من الخرطوم. نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منع درجة السعودية في قائمة أمريكية للدول التي تستخدم الأطفال في الحروب. وقالت المصادر أن خبراء في وزارة الخارجية أوصوا بإدراج السعودية في القائمة استنادا إلى تقديرات حقوقية ذكرت أنها استأجرت أطفالا من السودان للقتال في اليمن. وتوقعت المصادر إدراج السودان في القائمة بدلا من السعودية، فيما واجهت التوصية اعتراضا من مسؤولين آخرين رأوا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات السودانية تعمل تحت إمرة ضباط سودانيين أم أنها تتلقى التعليمات من قيادة التحالف. بدأ السناتور الأمريكي بوب منندز الإجراءات الرسمية لوقف مسعى الإدارة الأمريكية لبيع أسلحة بقيمة أكثر من 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات من دون موافقة الكونغرس. وفي كلمة له أمام مجلس الشيوخ طلب منندز من المجلس النظر فورا في قرار بعدم الموافقة على الصفقة. وقال موظفون أن المشرعين يتفاوضون على اتفاق بشأن كيفية تصويت مجلس الشيوخ وتوقيته. شهدت جزيرة سقطرى اليمنية اشتباكات بين مسلحين تابعين للإمارات وقوات خفر السواحل التابعة لهادي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. محافظ سقطرى رمزي محروس أكد أن مسلحي الحزام الأمني المدعومين إماراتيا حاولوا اقتحام ميناء الجزيرة قبل أن ترسل قوات هذه تعزيزات عسكرية تمكنت من السيطرة على الوضع وطردهم من الميناء. توتر وتراشق بالاتهامات بين الموالين لهادي والإصلاح من جهة والموالين للإمارات من جهة أخرى في عدن جنوب اليمن، ومخاوف من تفجر الوضع مجددا في المدينة. أحمد عبد الرحمن. على حافة الانفجار تقف عدن جنوب اليمن رغم الحديث عن تراجع التوتر بين القوات الموالية للرئيس هادي وحزب الإصلاح من جهة وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا من الجهة الأخرى، بعد تحشيدات متبادلة من الطرفين وتراشق للاتهامات بتفجير الوضع والانقلاب للسيطرة على المدينة. تعددت الأجندات، تعدد المولين، وبالتالي ما يحصل الآن هو تصادم مشروعين، ما هو كلها يعني مرتهنة للعمالة، ولكن المشروعين يعني في النهاية طبعا كل يخدم الجهة التي تموله. دائرة التوتر تتسع إلى شبوة النفطية بعد انتشار قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في مدينة عتق عاصمة المحافظة الجنوبية. سبقتها اشتباكات بين قوات اللواء 21 ميكا الموالي لحزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر مع قوات جنوبية غرب شبوة، واتهامات لأبو ظبي بنقل المعركة إلى شبوة لتحقيق مطامعها هناك والتوسع في المناطق النفطية. نعلم بالثروات والطبيعية المتواجدة في باطن وفي جوف وفي مياه اليمن الإقليمية، وذلك ما يدعوهم إلى التحرك. ولا يختلف الوضع كثيرا في جزيرة سقطرى، فالتوتر سيد الموقف بعد اعتراض مسلحي الحزام الأمني الموالي للإمارات والاعتداء على موكب المحافظ المعين من قبل حكومة هادي رمزي محروس ووزير الثروة السمكية في الحكومة ذاتها فهدي كفاين. وأصابع الاتهام تشير إلى الإمارات بمحاولة جر الجزيرة اليمنية إلى دائرة المواجهة لتتسنى لها السيطرة عليها كلياً.
محافظات جنوب اليمن على صفيح ساخن والتسابق في التوسع والسيطرة على منابع النفط والمناطق الحيوية والاستراتيجية يكشف حقيقة التواجد السعودي الإماراتي والمطامع الخفية لتحالف الحرب في اليمن. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يصدق أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي كانت طبيعية عقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة اسطنبول. أضاف الرئيس التركي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته، واتهم أردوغان السلطة المصرية بأنها جبانة إلى درجة أنها تخشى جثمان مرسي، وشدد على ضرورة الحذر في تركيا لأن هناك أمثالا للسيسي. محمد مرسي، لا أصدق أن وفاة مرسي كانت طبيعية. السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن مرسي في قريته كما كانت وصيته. أيها الإخوة، تذكروا أن النصر لا يتحقق على أيدي الجبناء. هؤلاء قوم جبناء إلى درجة أنهم يخافون جثمان مرسي، والسيسي يواصل ممارسة الاضطهاد بالطريقة نفسها. في المقابل قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله إن ثورة 30 من حزيران يونيو قضت على أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية. حسب الله أضاف أن أردوغان طاغية وديكتاتور ينكل بشعبه وبالمعارضين لسياساته بحسب تعبيره. وأكد المتحدث باسم مجلس النواب المصري أن تدخل أردوغان في الشأن المصري مرفوض. إلى سوريا، حيث تصدى الجيش السوري لمحاولات تسلل وهجوم للمجموعات المسلحة عبر محور تل ملح في ريف حما الشمالي، وحدات الجيش اشتبكت مع عناصر من المجموعات المسلحة المهاجمة ما أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين منهم وتدمير عتاد وآليات لهم. وفي المحور الشمالي الغربي، أحبطت وحدات الجيش هجوم مجموعات مسلحة أخرى على النقاط العسكرية عبر وادي عثمان ودمرت عربة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها. بطلب ملح من الكويت وبلجيكا وألمانيا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بحث فيها التطورات الإنسانية والعسكرية في شمال غرب سوريا. مندوب سوريا شن هجوما عنيفا على تركيا واتهمها بمواصلة دعم الإرهاب. نزار عبود. جلسات عدة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع الإنسانية في إدلب وسط مطالبة غربية بوقف الهجمات السورية تجنبا لسقوط ضحايا مدنيين. الإحاطة التي قدمتها الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تتطرق إلى عشرات الهجمات التي تشن من جانب القوى الإرهابية ضد المدن السورية المحررة، ولم تتناول التحذيرات السورية والروسية من تزوير هجمات كيميائية. الخوض البيضاء التي تعمل مع جبهة النصرة والمحببة من البعض هنا تعد لشن هجمات كيميائية، وعلى المجتمع الدولي أن يكون يقظا بجدية حيال تمثيل مسرحية كيميائية. معلوماتنا تؤكد أن هيئة تحرير الشام أنشأت منظمة منفصلة لهذه الغاية. روسيا نفت أيضا أن تكون ردودها على الاعتداءات الإرهابية تتم بالقصف العشوائي، وأكدت أن التشاور مع الجانب التركي مستمر من أجل وضع حد للإرهاب. كذلك شددت إيران على حق سوريا بتحرير أراضيها كاملة. الوضع القائم في إدلب الذي يسمح باتخاذ الإرهابيين مليوني مدني دروعا بشرية لا يمكن أن يدوم إلى الأبد، فهو سيمنع عودة اللاجئين ويؤخر إعادة البناء ويعرقل الحل السياسي. وشككت سوريا بمعلومات الأمم المتحدة التي تحدثت عن قصف 27 مستشفى في إدلب وحدها، بينما لا تضم المدينة سوى 8 فقط. كما سألت عن معنى تجاهل استهداف الإرهابيين لعشرات المدن والقرى السورية، واتهمت تركيا بممارسة العدوان والإرهاب المنظم على سوريا، وانتقد مندوبها التباكي على المدنيين في إدلب بينما يفرض حصار طبي على سوريا. ما زال حتى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يحظران تصدير أجهزة طبية مثل الـ MRI والـ CT scan إلى سوريا، وخيوط الجراحة الطبية التي يحتاجها الأطباء السوريون للقيام بعمليات جراحية. شو هالشعور الطافح الإنساني هذا يلي بيمنع
تصدير أجهزة طبية مثل MRI وCT سكان وخيوط جراحية للعمليات. مجلس الأمن سيعود لبحث الموضوع الإنساني في سوريا بعد أسبوع. لم يخرج مجلس الأمن الدولي بموقف ما حيال ما يجري في إدلب، لكن روسيا وسوريا تنظران إلى القضية من باب الضغوط السياسية المقترنة بضغوط عسكرية تتمثل في البؤر الإرهابية الموجودة في بعض المناطق السورية. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. تظاهرات وأضراب عام في الجولان السوري المحتل رفضا لمشروع إسرائيلي لإقامة مراوح لتوليد الطاقة على أراضي القرى السورية المحتلة. هناء محميد. موارد طبيعية غنية وأرض خصبة يمتاز بها الجولان السوري المحتل، وهذه الأراضي الواقعة بين قريتي مجد الشمس ومسعدي باتت أخيراً محط أطماع إسرائيلية لإقامة 31 مروحة ضخمة لتوليد الطاقة تمتد على مساحة أكثر من 4000 دنم، مشروع يرفضه الأهالي جملة وتفصيلا. تبعاته البيئية والزراعية والصحية على سكان المنطقة مدمرة وتدميرية ولا يمكن احتمالها، لا يمكن العيش في ظل هكذا ماكينات عملاقة يصل كل ارتفاع كل توربينة منها إلى 200 متر ستقام على أرضنا الخاصة. نحن مش ممكن يعني هلا نقبل في أهل الجولان، يعني أرضنا هي أغلى شيء عندنا بالنسبة لنا، يعني مش ممكن، مش إنك دغري اللي تراجعنا عن الشيء. من خلف هذا المشروع الاستيطاني الجديد خطة إسرائيلية لتكريس الهيمنة على الجولان السوري المحتل وزيادة أعداد المستوطنين خلال العقود القليلة المقبلة لتبلغ 250,000. فقبل أيام احتفلت حكومة نتنياهو بحضور السفير الأمريكي بتدشين مستوطنة جديدة تحمل اسم هضبة ترامب. من وقت احتلال الجولان عطول في مشاريع إسرائيلية لاحتلال الجولان وتهجير سكانه وأخذ أراضيه. كل فترة إسرائيل بتطلع بمشروع هاللي هو يستملك أراضي الجولان، يعني من الانتخابات لملك حتى أطفال الجولان وأهل الجولان، من بدهم طابو إسرائيلي بأرض الجولان، ونحن طابو تبعنا كان وما زال هو فقط لسوريا. تأكيداً لوحدة الأرض السورية رغم الاحتلال ومشاريعه التهويدية، اختتمت التظاهرة الرافضة لمشروع المراوح التي ترافقت مع الإضراب العام بوقفة مشتركة عند جانبي خط وقف إطلاق النار، وقفة حملت رسائل سياسية واضحة تحاكي مشروع المقاومة ودحر الإرهاب ورفض التطبيع مع المحتل. هناء محميد، الجولان السوري المحتل، الميادين. الفعاليات الشعبية والرسمية من أبناء القنيطرة نظمت وقفة تضامن مع أهل الجولان المحتل في موقع عين التينة، حيث أوحيت من خلالها صمود ذويهم في القرى المحتلة وجددت التمسك بكل شبر من الجولان. تقرير محمد الخضر. مئات الجولانيين في وقفة تضامنية رمزية مع أهاليهم وراء الشريط الشائك في مجدل شمس المحتلة. صدى صمود أبناء القرى المحتلة يتردد في القنيطرة وكل قرية سورية، صرخات يجددها الأبناء تمسكا بأرض آبائهم وأجدادهم. احنا جايين هون لنوقف مع أهلنا بالجولان لنحكي للكل أنه هاي الأرض رح تضل إلنا ورح نضلنا واقفين معاهم وصامدين ونرفض أي قرار بيبعدنا عن هاي الأرض. الجولان عربي سوري، شاء من شاء وأبى من أبى، ونحن منقلهم لأهلنا بالجولان أنه قادمين ما رح نتركهم. حماسة يكملها الآباء بالتحذير من خطورة ما يحدق بأراضي الجولان المحتل. صمود الجولانيين في الداخل يفرض الدعم والمؤازرة في وجه الهمجية الإسرائيلية. يقولون للعدو الصهيوني إننا صامدون متجذرون، نحن أصحاب الأرض، هذه أرضنا. الجولان سيعود وأهلنا في الجولان ما زالوا صامدون منذ عام 1967.
موقف رسمي يدعم كل خطوة لأبناء الجولان في وجه المحتل، ويجدد حق دمشق باستعادة كل شبر من الجولان واعتبار كل الإجراءات الإسرائيلية فيه لاغية وغير قانونية. هي احتلال من نوع آخر، هي مصادرة ألاف دنومات لأهلها لأصحابها بحجة إقامة مشاريع طاقة توليد الرياح بطاقة بديلة. كذلك هناك إعلان مستوطنة باسم ترامب، من هو ترامب ومن هو حتى يكون له مستوطنة على الأرض ليست بأرضه وليست لشعبه؟ نحن لهذه الأرض شعب، لهذه الأرض حياة، لهذه الأرض هي سورية. سيبقى الجولان، من هنا نعلن بأن الجولان هويته عربية سورية. غلب الحضور الشعبي على المشاركين في وقفة عين التينة، وسجلت نقطة المراقبة التابعة لقوات الأمم المتحدة الأندوف في الجولان نشاطا لعناصرها بعد غياب زاد عن 7 سنوات. يعيد الجولانيون في وقفاتهم تصويب البوصلة باتجاه أس الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، صراع تتعدد عناوينه لتطال اليوم مواجهة مشروع ابتلاع مزيد من أراضي الجولانيين بحجة بناء التوربينات الهوائية لإنتاج الطاقة الكهربائية. محمد الخضر من عين التينة في محافظة القنيطرة، الميادين. تمكن مربو طيور الزينة في قطاع غزة من التغلب على الصعوبات التي فرضها الاحتلال على استيراد هذا النوع من الطيور. تقرير أحمد شلدان. أثناء سيرك في شوارع مدينة غزة وبالتحديد في أسواقها، قد تلفت انتباهك الكثير من الأشياء، لكن بعض هذه الأشياء هي متميزة بالفعل من حيث جذب الانتباه. في هذا المكان ستسمع الأصوات الندية، ستشاهد المناظر الجميلة، كما نسمع هنا أصوات زقزقة العصافير تملأ هذا المكان في هذا المحل. يعطيك العافية حجر. مرحبا لنا، حياك الله. أبو رامي، كيف بدأت معك هذه المهنة، مهنة تربية طيور الزينة؟ هي يعني هواية، بالأكثر هواية، وبعدين صار يعني نمو في الهواية، صرت أعمل طيور يعني تكاثر ونبيع للتجار اللي لهم المحلات، وبعدين لقيت انه انا في امكانيه اني انا افتح محل. الوضع الاقتصادي هو اللي برسم خريطه الاقبال، في مصاري بيصيروا ياخذوا من الطيور الغاليه، ما فيش مصاري بيلجأوا للطيور اللي ب 20 شيكل و 15 شيكل اللي يرضوا اولادهم يعني منها. طبعا للعلم الغزاويين هنا في قطاع غزه لم تقتصر تربيتهم للطيور على مجرد الاعتناء بها في هذا المكان، بل وصلت الى ابتكار طرق جديده تمكنهم من تكاثر الطيور النادره او مرتفعه الثمن على وجه الدقه. تمكنوا من ايجاد طريقه لتتكاثر هذه الطيور داخل قطاع غزه بعدما كانوا يضطروا الى استيرادها من الخارج باثمان مرتفعه جدا. احنا بتقدر تقول انه لا نستورد الان، احنا بنورد. طلعنا من هنا على الضفه الغربيه عن طريق اسرائيل طيور من الجوارع. هل هناك فرق في الاسعار بين ما كنتم تستوردونه وما بين تنتجونه الان بشكل محلي؟ تقريبا 50% انخفاض عندنا في الاسعار، الانتاج بدون تكلفه، بدون ضرائب، بدون معابر. إرادة الحياة، إرادة التمسك بالحياة، الرغبة في كل ما هو جميل لا يمكن أن تنتفي لا من الحصار ولا حتى من الاحتلال الإسرائيلي. أحمد شلدان، غزة، الميادين. والآن إلى موجز الاقتصاد في هذه النشرة مع عبد الله ظاهر. عبد الله، صباح الخير. صباح الخير أحمد. تفضل. شكرا. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في العاشرة، حيث قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوى إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات. وفي مقابلة مع وكالة رويترز أكد أن ديون السلطة الفلسطينية ارتفعت إلى 3 مليارات دولار، وأدت إلى انكماش حاد في الاقتصاد الفلسطيني، علما أن حجم هذا الاقتصاد يقدر ب 13 مليار دولار. يشار إلى أن سلطة النقد في فلسطين تعادل البنك المركزي.
اتهمت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن برنامج الغذاء العالمي بممارسة الفساد واستغلال معاناة الشعب اليمني. وقالت الهيئة إن هدف نظام البصمة الذي فرضه برنامج الغذاء العالمي أخيرا هدفه استخباري. وأضافت أن المنظمة لم يعد عملها إنسانيا بل أصبح سياسيا بحتا تنفيذا لأجندات وأهداف الإمارات والسعودية وأمريكا. أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال زيارته إيران أن البلدين يبحثان مشاريع مشتركة جديدة في مجال النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى تطوير المشاريع المشتركة في بحر قزوين. من جهة أخرى، أفاد موقع وزارة الطاقة الإيرانية بأن روسيا وإيران وقعتا 8 وثائق للتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية، وذلك بعد مساعدة موسكو لطهران في بناء محطة الطاقة الكهروذرية في منطقة بوشهر الإيرانية. هذا وكشفت شركة غازبروم الروسية رائدة إنتاج الغاز الطبيعي الروسي أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لا يمكن أن يكون بديلا عن الغاز الروسي في الأسواق الأوروبية حاليا. وباتت الولايات المتحدة مصدر الغاز المسال الأسرع نموا في العالم، وهي بصدد أن تصبح ثالث أكبر شاحن للمنتج في العالم هذا العام، نظرا إلى تنامي الإنتاج من حقول الغاز الصخري الأمريكية. تدرس السعودية بيع أول سندات لها مقاومة باليورو في سياق المساعي إلى تنويع الموارد المالية. ويأتي ذلك برغم المخاوف من تأثير حادثة بحر عمان على شهية المستثمرين ولا سيما الأوروبيون منهم. وكالة رويترز نقلت عن فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين أن مسؤولي المكتب سيجتمعون مع مستثمرين في أوروبا لعرض أحدث تطورات الاقتصاد السعودي وجس النبض المتعلق برغبتهم في شراء سندات في المستقبل. وقال إن السعودية تجري مزيدا من الدراسات لفهم سوق السندات المقاومة باليورو، وأنها تخطط لإصدار صكوك مقاومة بالدولار في نهاية هذا العام. في الخبر الأخير، اقترحت منظمة أوبك مرة جديدة تغيير مواعيد اجتماعها المقبل لتصبح في الأول والثاني من تموز يوليو، مع عدم اتفاق السعودية وإيران وروسيا على حل وسط حتى الآن. وشملت المقترحات السابقة لموعد الاجتماع يومي 25 و26 من تموز يوليو ويومي 11 و12 منه، غير أن الدول المعنية لم توافق على أي من المقترحين. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في العاشرة. نشكر لكم حسن المتابعة. نلتقي من جديد مع المزيد من أخبار الاقتصاد خلال نشرة الظهيرة. عودة لك أحمد. شكرا لك عبد الله. شكرا. وصلنا إلى ختام النشرة، لكن يبقى التذكير بأبرز العناوين. The Democrats don't care about Russia. They only care about their own political power. في مستهل حملته الانتخابية، ترامب يتهم الديمقراطيين بالسعي لتدمير أمريكا، وساندرز يعتبره أخطر رئيس في تاريخ البلاد. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بتوضيح دوافع إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط. سقوط صاروخ قرب مقر لشركات نفط عالمية في البصرة، وإكسون موبيل تدرس إجلاء 20 موظفا. تجمع المهنيين السودانيين يتهم المجلس العسكري بالسعي لتخدير القوى الثورية، ويؤكد رفضه أن يكون جزءا من أي تسوية تلتف على طموحات الشعب. أردوغان يتهم السلطات المصرية بالجبن إلى درجة خشيتها من دفن جثمان مرسي في مسقط رأسه، والمتحدث باسم البرلمان المصري يصفه بالديكتاتور. دائما للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية esperado.elmayadin.net. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.